حلقة جديدة من سياحة وسيارات محبي فولكسفاجن. هذه هي أرض فولكسفاجن، إحنا موجودين فيها الفندق لفولكسفاجن. إحنا خدكم بجولة عندك، إحنا موجودين بمنطقة بس تقلكن وين، بألمانيا بأوتوشتاد. أوتوشتاد يا جماعة هي معناتها مدينة عالم السيارات، بس ما حلكن أكثر من هيك، يعني توقعوا حلقة نارية خاصة لمحبي فولكسفاجن جروب وفولكسفاجن بالتحديد. كمان في عنا شيء اسمه سايت هاوس. سايت هاوس يا جماعة هو مبنى وقف في الزمن بكل معنى الكلمة، لأنه في كل سيارات فولكسفاجن عبر التاريخ. يعني محبي فولكسفاجن المكان الأنسب لقضاء عطلة رائعة جدا بوسط عالم السيارات رح تكون بالمكان اللي موجودين فيه هلا. حضروا حالكم حلقة جديدة من سياحة وسيارات. اشترك بقناتنا على اليوتيوب، فعل الجرس ونبلش الجولة. هنطلع بالطاولة لفوق فرجيكم بلاد فولكسفاجن كلها سوا. كل شيء مدينة فولكسفاجن كلها مبينين هون. بس شوف لي هالمنظر، شوف لي هالمنظر اللي ما بيخلص. فولكسفاجن، فولكسفاجن. هون عم نشوف غولف الجديدة، فخلي المغامرة تبتدي. طب شو رأيك نعمل السيارة هيك؟ بداية الحلقة من داخل أوتوشتاد. ليش ندخل؟ لأنه ناخدكم بجولة شوي على بعض التفكير المختلف اللي موجود عند فولكسفاجن جروب وعند الألمان. الجماعة بس 1998 طلعوا بفكرة أنه بده يبنوا تاورز، مبنى إكسبيرينس مختلفة للزبائن تبعولهم، يكونوا عم يتمتعوا بتجربة مختلفة لما يجي يستلم السيارة. طبعا عندك المصنع قريب والناس بتحب تجي على المصنع وتشوف سياراتها، إنما حبوا يعملك إكسبيرينس أكبر من هيك. أنت بتوصل لهون بكون معك، شفنا كتير ناس على فكرة حاملين اللايسنس بليت تبعهم، طايق على الدرج هناك لحال ما بيسلموا اللايسنس بليت والدوكيومنتس، وبعدين بكون معهم حوالي ساعة ساعة ونص على بال ما تكون السيارة جاهزة بالتاورز. حناخدكم على تاورز، الحلم 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 لمحبي فولكسفاجن. فبكونوا موجودين بالتاورز هناك، ومن بعدها بينزلوا بيستلموا السيارة. حنطلع بالتاور لفوق نفرجيكم بلاد فولكسفاجن كلها سوا. وبالنهاية هذه سياحة سيارات. انما سريعا شو عم نشوف هون؟ شفتوا الجلوب الكبير اللي موجود، اللي كله معمول من الالومنيوم، حتى وزنه 4 طن وزياده كمان مع انه كله من الالومنيوم. شغله لفتت انتباهي غير انه فيها يعني مثل نوع من المعلومات اللي عم تقطع عن عالم السيارات، في مكان هون لسه نوصل له بدنا شويه وقت. شفتوا الساعه اللي موجوده فوقي؟ هيدي محطوطه بنفس الكوردينتس محل ما كنا احنا موجودين فيه هلا. ف بتحط لك كوردينتس كمان بالوقت، كمان تحت بالارض طبعا، يعطوك تجربه فاضيه كليا. كل وحده من هول لها عم تحكيك معلومه لازم تعرفها عن شيء اكيد له علاقه بالترانسبورتيشن. مثلا هذه اللي موجوده هون بتحكي عن اذا حطيت السيارات بكل سنه. شوف لحظه، لها في اكورد، بريوس، كورولا، يعني في مجموعه كتير كبيره من اسامي السيارات. فالفكره من هون عم بفرجوك اذا السيارات بتحطهم بامبر تو بامبر بيعطوك عدد السيارات بالسنه وقديش كم كيلومتر بيمتدوا. هذا اللي كنا عم نشوفه هلا. عم بقول لنا في وحده بالعربي. هذه السياره ككلمه اوتوموبيل 80 كلمه، يعني 80 بلهجات بلغات مختلفه. تمام، وتشوف حتى اللغه العربيه مكتوبه. صح، شفت سياره اوتوموبيل. هلا انت واصل على التاورز، احنا متجهين هلا تنشوف التاورز. تاورز قصتهم قصه يا جماعه، بس انا حبيت فرجيكم الارض. شوفوا معي الارض، الارض عم بتمثل تطور نوعيه الاراضي بالمانيا. يعني انت بتبلش من الطرقات القديمه يمكن اللي كان يمشي عليها الاحصنه، وبتضلك ماشي على الاخر لهونيك لتوصل على الفندق تبعنا. لكن الفندق لكن كمان المعمل الحراري لتوليد الكهرباء، وعلى فكره يعمل على الغاز، وعندك البط يجتازوا الطريق. انا بضلك ماشي على اختلاف نوعيه الارض، لاحظوا كيف عم كل شوي عم يتغير معنا لتوصل الى العصر الحديث بنوعيه الاراضي. وطبعا عندك اجواء خضار حلو حلو، حتى عندك عائله تيجي تعمل زياره بتعيش اجواء فولكسفاجن على الاخر.
وهو التاورس. جودة داخل التاورس. طيب يا جماعة، أول شغلة شايفين هاتنين تاورس اللي موجودين وراي، مليانين سيارات فولكسفاجن، مليانين سيارات فولكسفاجن. تجربة هي إنه أنت ككاستمر أو صاحب سيارة حابب تعيش تجربة مختلفة لاستلام سيارتك، والسيارات كلها موجودة هون. أكثر من 250 شخص بيستلموا سياراتهم يومياً من هول التاورس اللي موجودين هون. رح ناخذكم بجولة داخل التاورس، فرجيكم الإكسبيرينس كلها، تعيشوا معنا الأجواء على الآخر. فعم نعيش التجربة هلأ مع بعض. شوف شو حصير، هنجرب نقعد بالمقاعد الأمامية تنعيشكم التجربة مثل ما لازم. حتى المقاعد حس حالك قاعد بالسيارة. شو رأيكم نحط السيت بلت؟ هنجرب نحط السيت بلت. حطينا الحزام، صرنا جاهزين. بلا شو؟ هلأ بتعرف. حتى تشوفوا هون عندك أحمر وأصفر وأخضر، تعرف حالك أنت حتتحرك، تحس حالك عن جد على الطريق. بلشت الرحلة، بلشت تتحرك الكابين. شوف شو عم بيصير معنا. تجربة مختلفة. هي الفكرة أن هون الكاستمرز أو الزبائن فولكسفاجن بيجوا بيستلموا سياراتهم، بيكونوا موجودين بهذا التاور. في اثنين تاورز منهم، أكثر من 250 كاستمر أو أونر أو صاحب سيارة فولكسفاجن بيقرر يستلم سيارته من هون. نحن هلا هيك بقلب التاور عم تبرم فينا، عم فرجيكم بس كيف بيكون السيارات وعملية تسليم السيارات. تجربة عن جد مختلفة، بس خبري إنه هذا الشيء بس متوفر للزبائن الألمان. كانت حلوة لو بتكون حتى أنت بالشرق الأوسط حاب تستلم سيارتك، تستلمها من هون. حس حالي سيارة. شوف المنظر لك، هذا معمل الطاقة تبع فولكسفاجن. كل شيء مدينة فولكسفاجن كلها باينة من هون. بدنا منكم شغلة، بدنا منكم تعدوا كم سيارة موجود تحت. بس شوف لي هالمنظر، شوف لي هالمنظر اللي ما بيخلص. قد ما بدك انزال بتاور خاص بفولكسفاجن. بس السيارة، شفت كيف السيارة عم تتحرك تحت؟ هذا في كاستمر استلم سيارته، أو الأحرى السيارة عم تتحضر تسلم للكاستمر. فهذا يعتبر أسرع باركينج بالعالم حسب كنس، دقيقة أو 44 ثانية لتكون عم بتسلم أو عم تركن سيارة. بتقولوا أكبر باركينج للسيارة، أسرع باركينج للسيارات بالعالم. جماعة فولكسفاجن جيرمان انجينيرينج، حدا بقول لك أكثر من هيك؟ طيب محبي الأفلام حيقولوا لي نفس المكان اللي صور فيه ميشن امبوسيبل توم كروز. لا، إنما استوحي من نفس المكان وبنوه بفانكوفر وصوروا، أخذ معه تقريبا 6 أشهر. طيب نفس الفكرة اللي عملتها فولكسفاجن تقدر يصوروا فيه الموفي. قلنا لكم المكان احنا موجودين فيه عبارة عن بافيليونز، ففي كتير بافيليونز. رح نعمل زيارة سريعة لبورشا بافيليون، وهناك عنا فولكسفاجن بافيليون. رح نفوت مع بعض شوف شو الوضع وشو محضرين لفولكسفاجن بالداخل. فهيدا البافيليون تبع بورشا معمول كله من ستيل، ما في أعمدة يا جماعة، عبارة عن إذا بدكم فكرة هي مثل وان مونوكوك كبيرة مثل ما بيستعملوا داخل السيارات. رح نفوت للداخل بجولة سريعة نعيش مع بعض أجواء بورشا داخل أراضي فولكسفاجن. على فكرة عاملين اللوكيشن هون بيعمل إكو بطريقة حلوة، خاصة بيعملوا كونسرتس أمرار تحت على البحيرة. ف فولكسفاجن فولكسفاجن. حلوة التجربة. الجملة اللي موجودة هون جملة شهيرة على دكتور إنجينير فاري بورشا، رح فرجيكم طبعا هذه بالألماني. بس نفوت لجوا بقول لك انه انا بالبدايه فتشت على السياره اللي انا بحلم فيها وما لقيتها، فقررت ابنيها بنفسي.
هيدي اجواء بورشا. فتنا مع بعض على بافليون بورشا، جوله سريعه طبعا ما حنحكي التفاصيل لانه حنروح على الميوزيوم نحكي كل تفاصيل العلاقه بالسياره. فيك تعمل لها داونلود ومنكمل الجولة. شوفون أول شيء سيارات الحديثة عن فولكسفاجن ID7 تورر، هناك عم تشوف 50 سنة of golf ID golf estate R. وهون عندك تيغوان، تيغوان الجديدة يا جماعة، حلو. توصل لعنا على المنطقة تقريبا بشهر 9، فهيديك جودة سريعة على السيارة، حلو صراحة، صراحة حلو. هاي من الداخل، رأيكم؟ كثير مستقبلية. شو شغلي هون، فولكسفاجن هي سبونسر طبعا للمنتخب الألماني بالفوتبول، فعاملين لك لعبة فوتبول على الشاشة. وهون 50 سنة من الغولف، ما تنسوا احنا عم نحتفل ب 50 سنة غولف. هون عم نشوف غولف الجديدة، The New Golf GTI. محبي ال GTI، في شيء اسمه GTI Fan Fest، جي تي اي فان فاست ل 2024. كل محبي جي تي اي بيجوا بسيارة هون لكلها، حلو. هذه كانت جولة سريعة ببافيليون فولكسفاجن ببلاد فولكسفاجن. نكمل الجولة. طيب يا جماعة، جزء من التجربة بأوتوشتات هي انك تاخد سيارة من سيارات فولكسفاجن تختبرها على الطرقات. في عندهم مسارين، مسار تختبر عليه سيارات مثل تيغوان ومثل التيروك، وسيارات تختبر عليها مثل التوارق ومثل الأمروك. رحنا حنختبر مع بعض هلا التوارق بطرقات عملتها مع الانستراكتور قبل بديها، فكانت الطرقات عن جد صعبة، وما توقعت انه التوارق عندها قدرات أفرود مثل لعملنا. فحنأخذكم معنا بالتجربة نفس الشيء. أول شغلة نخبركم انه التوارق اللي معنا V6 286 حصان All Wheel Drive، وفي حتى كنترولز للأفرود، فيك ترفع السيارة لحدود 27 سنتيمتر، فيك تحطها بنظام الأفرود، والشاشات هون تعطيك كل المعلومات اللي أنت بدك إياها. فخلي المغامرة تبتدي. أول عائق لنا هو 100، 60 سنتيمتر بتنزل السيارة بالمية، بس بدك تكون كتير منتبه أنت عم تسوق لأنه ما بتعرف قد إيه عمق المي اللي أنت عم تنزل فيه. اللي حنعمله هنروح على الأفرود، رح نرفع السيارة لحدود 27 سنتيمتر، ننزل شوي شوي وبعدين بنكمل دعستنا على الآخر. خلينا نحط الكاميرا، الكاميرا هون بينتني المي، خلينا نظبط الكاميرا كمان اللي قدام تعطيكم الأجواء مضبوطة. يلا بالمي. مجرد ما انك تأمن السيارة صارت موجودة بالمية. اوكي نزلنا بالمياه لحدود 60 سنتيمتر. والله صراحة فاجأتني. يلا على العائق التالي. شو هاي شوان. اول ما تشوف الانكلاين اللي موجود بتقول السيارة مقطعة، انا ما عندك ابروتش انجل، بس مهم انك تكون اكد انه السيارة ممكن تقطع بسلامة. الحلو فيها انه فيها هيل ديسنت كنترول وفيها اوتو هود لما تكون طالع طلوع. فاحنا هلا هون طلعنا طلع على الاخر، رح ننزل لخلي السيارة تنزل لوحدها. هدي السيارة، اوكي عندك الكاميرات عم تفرجيك الارض وين. رح شيل اجري كليا عند البريك، السيارة لحالها لقطت، ما في بريك، ما في اكسلريشن، ما في شيء.
لحالها قطت السيارة. هيدا الأوتو هولد وهيدي فولكس فاجن تورك. بس قصة مرعبة يا جماعة، قصة مرعبة. بعدني بالأفرود مود وعلى ارتفاع 27، في نزل شوي لل 24 سنتيمتر، انما خلينا نخليها بال 27 ونضل بالسليم. هون فكرة انك تخلي السيارة ستريت، بس كمان عندك لعبة نظام التعليق. لنشوف تطلع على مهلك. بريك. هلا عم نغير اتجاه بالعكس. بدك تعطيها اكسلريشن شوي. اوكي. ببين عندك على فكره هون انه الستيرينج صفر الدرجه تبعه كثير مهمه لما تكون عم تعمل هالنوع من الاكتيفيتيز. اوكي، بس طلع الاطار بريك لتهدي السياره عشان تنزل على مهلك. جديد. عايز كيف عم تغير اتجاه السياره بريك لما تصير عندك ضربه قويه بالسياره وتاذي سيارتك. لقطوا الاطارين كمل. اوكي اوكي ذير يو جو. خلص نظام الاي بي اس عم يشتغل معنا تيعمل لك التراكشن المضبوطه وخلصنا. درج درج يا جماعه، على الدرج رح ننزل على ال 24. مش ضروري نخلي الارتفاع لبعدي. هون كمان حاول نحط السياره بالنص. طلع بتشوف انه عندك زيرو وبدك تجرب تطلع بشوي اسرع. عم تطلع على الدرج وحتى تنزل على الدرج. فيك تستعمل الهيل ديسنت وفيك انت تخلي السياره انت ان كنترول. صراحه فاجاتني التورك. طيب شو رايك بنعمل السيارة هيك؟ حسب مهندسي الألمان 35 درجة ممكن تحمل ميلين السيارة. هلا بنشوف نحن مبينة معنا هون على الشاشة، بنخبركم قديش الرقم. So we go to 27. اوكي. هلا نحن تقريبا على 20 درجة. خلينا نحط كاميرا. بدنا نقشع الطريق أمامنا. عندك سبوتر الخاص فيك. بوب بوب بوب. مش لازم تروح بسرعة، لازم تمشي على مهلك. طبعا شو الانستراكتور كان ماشي فوق بس تحمسنا شوي، حمسونا. كثير قرب من هونيك كاميرا عم بتقلنا. يا سلمنا بالسلامة. هلا عندك الطرقات الصخرية، كتير مهم انك تخلي السيارة بالنص. اوكي، ما بدك على طرقات من هالنوع، ما بدك تمشي بسرعة ونفس الوقت ما بدك تمشي كتير على مهلك كرمال ما يكون في طرقات زلقة. مثل ما شايفين في اعشاب على الارض، ولك جرب دايما تضلك بالنص. كل ما تقول خلصت عائق بيطلع لك عائق تاني. هلا اللي حنعمله رح نلف على الهيل ونجرب نعلي السيارة قد ما بنقدر. الانستراكتور من شوي طلع على الاخر، نشوف اذا فينا ناخد على الاخر. 23 24 25 that's good. It's okay. 28 29 خلينا ننزل. صرت هيك، صرت عند الانستراكتور. حلو حلو حلو. اوه هلا بنجرب الانجل عالي. اوه
We didn't do that, me and you. خداني أخذني من طريق تاني. It was the surprise. The surprise. Okay. Okay. Yeah. We've done this. Off to the next one. Take this easy. كنا عامل لكم في برنامج على نتفليكس اضطر انك توازن السيارة على البريدج اللي بميل فحنجرب نعمل هذا الشيء هلا. So we go to 24. You don't need heights, right? Okay. I would recommend 27. 27. Okay. So we have the highest clearance. Position in the middle. There you go. Go a little bit to this side. نطلع شوي شوي. Okay. Okay. I'm trying to balance it. بلاش ينزل بلاش ينزل ووب ووب آه I couldn't balance it. صعب العملية. هل ديسنت كنترول and we are off. هلا مزيد من العوائق. فالشباب اللي بيحب المغامرة بدون جنون أكد على سيارتك إنه تطلع وبعدين تطلع اشتغل نظام الـ All Wheel Drive. We need the camera, we need our spotter. اشتغلت الكاميرا سمعت شاين طريق أمامنا. كمان هون بدك تنتبه أنت ونازل. صرنا هيك صرنا هيك بتحس السيارة خلص خبطت حتى السنسر خلص لك السيارة خبطت إنما حلو. بتكمل الجولة هلا واصل على شيء اسمه انديانا جونز بريدج. محبي انديانا جونز هذا الجسر معمول لألكن. حلو الموضوع انه عامل لك انجل كتير ضيق بس السيارة فيها اول ويل ستيرينج فبالتالي مجرد ما انك انت تنعطف الى اليمين اطار الخفيف تنعطف الى اليسار لتعطيك الدخلة الصحيحة. فحنوسع على الاخر. نقول ريلي سلو. عندك الكاميرا تخليك تحدد وين بدك تحط الاطارات تبعولك. جزر انديانا جونز. نايس فروم ذا فيرست تراي. انديانا جونز هاز ناثينغ اون مي. ما خلصنا بعد بالمبنى الرئيسي. في عندك فولكسفاجن جروب تشاينا عم بيحتفلوا على فكره ب 40 سنه بالصين. انما شايفين اوتونوموس فلاينج كار او الفلاينج تاكسي مثل ما احنا بنعرفه عندنا بالمنطقه موجوده بالخلف. هاي تقدر تمشي حوالي او تطير حوالي 200 كيلو وهي بتحمل شخص او شخصين. فيك تستعملها كفلاينج تاكسي او حتى السياره الطائره بكل معنى الكلمه. هلا انا رايي الشخصي انه هذا الشيء منه عباره عن سياره طائره عباره عن درون وبتحمل اشخاص. ففلاينج تاكسي بتطبق عليها اكثر من كلمه السياره الطائره. كملين جولتنا رح نطلع لبرا خبركم بعض المعلومات عن المكان احنا موجودين فيه لانه صراحة كل ما تعرف معلومة كل ما بتنبهر اكثر. ليش برا؟ لأفرجيكم اجواء رائعة جدا. المهم المبنى احنا موجودين فيه يا جماعة
بلش عملية الشغل عليه بال 98 بسنة 2000 مع اكسبو هامبورغ تم افتتاحه اللي هو اوتوشتات. خبرناكم تفاصيل كتير انما لازم تشوفوا المبنى. هذا المدخل الرئيسي عبارة عن 6 ابواب بارتفاع 9 امتار بالصيف لما يكون طقس حلو. اليوم بعد شوي برد بالمانيا بيفتحوا هنقول هالابواب الزجاجية او الواح الزجاجية بصير عندك open air venue بتفوت بتعمل activities جوا وفعاليات رائعة جدا. طيب محبي الافلام تعرف احنا موضوع الافلام اساسي عنا. فيلم دي انترناشنال تم تصويره بهالمكان بالذات محل ما احنا واقفين طبعا كان الزجاج مفتوح. معلومة اضافية نخبركم اياها وولدسبرغ سيتي اللي هي موجودة بالخلف بالجهة الثانية من هالكنال اللي انبنت كانت تستعمل قبل لنقل السيارات على فكرة من المصنع لما كان الشحن كانت تستعمل بالكنال اللي موجودة هون. وولدسبرغ سيتي فيها 120 ألف نسمة. ليش عم بقول هالمعلومة؟ لأنه 60 ألف من هال 120 ألف نسمة بيشتغلوا بفولكسفاجن ببلاد فولكسفاجن بأراضي فولكسفاجن محل ما احنا موجودين هلا. يعني انت تخيل بس هالمدينه قديش معتمده على فولكسفاجن بكل شيء. يعني كل الاغراض اللي بتشتريها فولكسفاجن بتشتريها المدينه، كل الناس اللي بتوظفها بتوظفها المدينه. فكان في هجره مخيفه صارت على هذه المدينه تحديدا 1938 لما تم بدايه خلينا نقول بناء لمصنع فولكسفاجن، طبعا مش الاوتوستاد عم بحكي عن مصنع القديم لفولكسفاجن ب 1938 خاصه. يعني المدينه ازدهرت جدا بعد الحرب العالميه الثانيه ب 1945 لما فولكسفاجن اخذت قرار انه تصنع سيارات من البيتل وغيرها من السيارات الرائعه جدا اللي شفناها عبر التاريخ. نحن طبعا عم نحتفل مع بعض اليوم 50 سنه جولف الايقونه بكل معنى الكلمه عند شركه فولكسفاجن جولف. يعني فولكسفاجن جولف الجي تي اي والار هيدا على فكره القطار اللي بيستعملوه معظم الناس اللي بدهم يجوا على هذه المدينة وبينزلوا بعدين بتانل من تحت النهر ليوصلوا لهون وفيهم يستعملوا كمان البايسيكلز. واللي خبرونا إياه إنه موظفين حتى بين المدن لأنه منطقة كتير كبيرة مساحتها حوالي 30 ملعب فوتبول يا جماعة. 30 ملعب فوتبول مساحة هائلة جدا بأراضي فولكسفاجن. هذه كانت نبذة تاريخية عن المكان احنا موجودين فيه. جولة وسيارات وسياحة صراحة كأنك جاي على مدينة تعمل سياحة بكل معنى الكلمة. فيك تيجي لهون وتقضي برياحة 3-4 أيام عم تقطع على البافيليونز المختلفين كل واحدة عندها اكسبيرينس مختلفة وعم تقطع كمان على متحف السيارات. وفي كمان ساينس بيلدينج موجود هون اسمه فاني كان من تصميم زاها حديد. خلينا نختم حلقتنا لأنه الجولة صارت طويلة وبالفعل بدك مينيموم بين نهار لنهارين إذا أنت حابب تقعد تستكشف الأمور اللي شفناها وتاخد وقتك فيها. فهذه كانت نهاية حلقتنا من ألمانيا من أوتوشتاد مع فولكسفاجن بمناسبة 50 سنة احتفالية الجولف سياحة وسيارات. صار وقت ناخدكم بجولة بالمتحف السيارات اللي موجود داخل أراضي فولكسفاجن. وطبعا لابد من وجود بوغاتي لأنه عم نحكي عن فولكسفاجن جروب. وطبعا بغنى عن التعريف لما نبلش نحكي عن سيارات الجولف 1979 فولكسفاجن 181.